ما القيم اللي نقدر نقول للبنت هذه القيم هي ركائز شخصيتك؟ ما هي حتى تقول أنا بحافظ عليها؟ جميل. في أساسيات، أولى الأمور هو دين الله عز وجل، الحرص على الصلاة الأمر وهو عمود الدين. الأمر الثاني من القيم المهمة الحفظ على اللباس والحجاب، هذا شيء مهم، لأن البنت يا دكتور خالد، وأنا ودي كل بنت تعرفه، الماء ماء، سواء وضعناه في إناء ذهب أو في فخار، كوني كالماء لا تتأثرين بالمظاهر. الأمر الثالث من القيم برها لوالدينها. الأمر الرابع من القيم المهمة تكون امرأة ليست ساذجة أو جاهلة أو غبية، امرأة أو فتاة عندها بصمة في حياتها وجادة. وأهم نقطة، أنا أبغى بنتي وفتاة المستقبل والأم القادمة لا تظن أنها عندما تلبس ألبسة غريبة أو عجيبة وتبغى تجذب الشباب، صدقين يا بنتي لن تستطيع أن تجذب أي شاب إلا إذا كان عند، يعني أنت حافظتي على أمور معينة، فهنا أنت حلم الشاب وليس أنت حلمه وليس هو حلمك. وهذا نقطة مهمة دكتور، أنا أكيد أن هذا مر بك لأنه يتكرر كثيرا، بنت أو حتى للأسف أحيانا امرأة متزوجة ويخببها رجل على زوجها، أو بنت يضحك عليها وبعدين بعد ما مرت تضحي بقيم كثيرة، في النهاية تقول لها الزواج، يقول لها كيف أتزوج مثلك، أنت لا تستحقين أن تكوني زوجة أو أم لأطفالي، أنت بعتي قيمك كلها، بكرة لتزوجتك بتبيعين قيمك لأنك عندك خالد. أنا مرة بعض الشباب اللي والله في جهاز جواله، الأولى الساذجة، الثانية الغبية، بنت كذا، والأسوأ من ذلك أن بعضهم لما يعاكس ربما يسمع يعني صوت هذه الفتاة لأصدقائه أو يريهم صورتها، وأحيانا يجعلهم يفترسونها يعني. ولذلك يا بنتي أنت تملكين أعظم شيء هو عرضك وشرفك، صدقيني لا سوف تضع رأس والدك في التراب ولا. لكن الأهم عندي أنه أي فتاة ربما أخطأت فيما مضى لا تيأس ولا تحزن ولا تقول خلاص أنا مدام خربت أنا مدام فسدت، لا بالعكس، يعني أنا أقول التائبة من الذنب كما لا ذنب لها.